استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وخلال اللقاء أكد سموهما أن الحكومة لن تتأخر يوما عن ركب التطور والتنمية، وستواصل جهدها في تكريس موقع البحرين وصدارتها وتعزيز مركزها كقبلة للزوار والمستثمرين، خاصة وأن المملكة تحافظ على ميزاتها التنافسية. وأكد سموهما أن الحكومة مستمرة في برامجها الاستراتيجية التي تستهدف تحقيق نقلات نوعية في مختلف مجالات التنمية بما يعود بالنفع على المملكة وشعبها من ناحية، ويعزز الريادة البحرينية وصدارتها من ناحية أخرى، مؤكدين سموهما أن مملكة البحرين تتمتع بميزات متعددة على الصعيد الاستثماري، وفي مقدمتها مواطنيها وقدراتهم المتنامية والذين صاروا اليوم أحد أهم عناصر الجذب، ولما حققته مملكة البحرين من نتائج في المشروعات الاستثمارية واستمرار سعيها نحو مزيد من النجاح. كما استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عددا من الموضوعات المتعلقة بالتطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أكد سموهما أن التحركات العربية أصبحت ضرورة والتشاور مهما لتجاوز التحديات التي تطل على المنطقة وتخفيف وطأتها على المسارين التنموي والاقتصادي.